في بطولة اتعملت في قطر قبل المونديال اسمها كأس العالم للأطفال، اللعيبة اللي مثلوا مصر في هذه البطولة تم اختيارهم من المناطق الشعبية زي الفسطاط ودار السلام والإباجية والسيدة زينب، وقدروا إن هم يفوزوا في بطولة كأس العالم للأطفال اللي اشترك فيها 24 دولة. حصل فريق مصري على المركز الأول في بطولة كأس العالم للأطفال 2022 التي أقيمت في قطر الشهر الماضي، وقبل البطولة تم إجراء اختبارات لحوالي 80 طفلاً من أحياء الفسطاط ودار السلام والأباجية والسيدة زينب بالشراكة مع مؤسسة نفس الاجتماعية المصرية ومؤسسات متخصصة في التعامل مع الأطفال، وتأهل 10 لاعبين لتمثيل مصر في البطولة، وتم تنظيم معسكر مغلق لتدريب اللاعبين الذين تم اختيارهم مع إعطائهم دروساً أساسية في اللغة الإنجليزية أيضاً. تواصلنا مع الجهة المنظمة ومانجد ان احنا ناخد فريق من مصر للبطولة اللي كانت في ريو في البرازيل في 2014، وكانت تجربة حلوة جدا، ومن كتر ما التجربة كانت إيجابية لما رجعنا قلنا احنا عايزين نكمل الموضوع ده، فابتدينا نفكر هنعمل ايه، فعملنا نفس واللي هي زي سوشيال انتربرايز او مؤسسة اجتماعية هدفها ان هي بتدير مشاريع رياضية بأهداف اجتماعية. أما بالنسبة للاعبي الفريق فقد فتح الفوز بالبطولة الدولية في الدوحة أمامهم باباً للأحلام الكبيرة. كرة تبقى للموهوبين دي أول حاجة، الناس تساعدنا إن إحنا مثلاً عملنا حاجة وإحنا معظمنا ما بيلعبش في نادي، يعني إحنا كل بص خدنا كأس عالم يبقى ليه بقى ما نلعبش هنا في بلدنا؟ بس اللي نفسي أحققه إن إحنا نلعب في أندية، كلنا نلعب في أندية كبار ومحترمة وكباتن تساعدنا برا، ليه متقدمين عننا؟ ان هم لو انت 70% في الكوره هم بياخدوك ويزودوك بس، فان شاء الله يعني نفسي احقق حلمي ان انا اخد بقى في حته احسن، وان انا افيد بقى منتخب مصر بقى مش بطولات وديه وكده، بطولات دوليه ان شاء الله. تيشرت منتخب مصر دي حاجه طبعا يعني حاجه تفرح قوي، وفي نفس الوقت هي مسؤوليه مش حاجه سهله، انت بلعب باسم منتخب ببقى واجهة البلد ديت قصاد البلاد التانية، ببقى لو البلاد التانية والمنتخبات بياخدوا طابع عن المصريين بالنسبة للمنتخب بتاعنا اللي هو بيتعاملوا معانا، فهيعرفوا طابع المصريين من ناحيتنا احنا عن طريقنا احنا بس، فهي حاجة مش سهلة يعني جوه الملعب وبره الملعب. جمعت بطولة كأس العالم للأطفال هذا العام 28 فريقاً من 24 دولة، وتوج الفريق المصري باللقب.